وما زلنا أيضا مع ملتقى الترويج السياحي السوداني، حيث تحدث وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني محمد أبو زيد عن الدور الإيجابي الذي تلعبه مبادرة الحزام والطريق لتعزيز التعاون السياحي بين الصين والسودان. وأعرب الوزير السوداني عن تقديره أيضا للحزب الشيوعي الصيني عشية عقد المؤتمر الوطني 19 للحزب. مبادرة الحزام والطريق، ونحن أيضا يعني انضممنا إلى هذه المبادرة، وأعتقد أن السودان به مقومات سياحية كبيرة جدا. السودان يعتبر واحد من 7 دول في العالم، أكبر 17 دول في العالم بها مقومات سياحية. السودان به البحر الأحمر، يعني نحن سجلنا جزيرة سنجنيب في التراث العالمي في اليونسكو في العام الماضي، وأصبحت مقصد سياحي عالمي، وهي الموقع الوحيد في البحر الأحمر التي سجلت، وهذا هو أحد المعابر التي يعبر بها مبادرة الحزام والطريق، وهي معروف أنها هي يعني منطقة تجارية، وكذلك منطقة سواكن، وهذه السواكن كانت ميناء بالنسبة للسودان. هي منطقة الآن تعتبر منطقة تراثية، عندنا اتفاق مع الأتراك بترميم الآثار القديمة التي يعود عهدها إلى فترة الحكم الثنائي التركي. وكذلك أيضا هنالك مجموعة كبيرة من الجزر البحرية في داخل البحر الأحمر، في ساحل البحر الأحمر في السودان، أكثر من 22 جزيرة فيها مليئة غنية بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة، وكذلك أيضا الصدف وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تستخدم في الصناعات اليدوية التي تمثل مبيعات بالنسبة للسائح. ساحل البحر الأحمر ساحل كبير، السودان به 750 كيلومتر، وهذا يعني يعتبر أطول ساحل بالنسبة للدول المطلة على حوض البحر الأحمر. مياه البحر الأحمر المقابلة للسودان تعتبر مياه نقية لهواة الغطس، وبالتالي هذه المنطقة نفسها اللي يمر عبرها حزام الطريق تمثل واحدة من المواقع الجاذبة جدا للسياح في العالم، خاصة هواة الغطس، وأيضا الذين يريدون أن يستمتعوا بالبحر في هذا الموقع. أعتقد أنه يعني سيكون إن شاء الله لهذه المبادرة فرصة جيدة جدا للنجاح، ونحن سنساهم في نجاحها إن شاء الله في المرة الجاية. أنا أعتقد أن يعني التجربة التي يعني ابتدرتها الصين في نظام الحكم في الصين، خاصة يعني نظام حرية السوق، وأيضا يعني الحزب الواحد اللي هو الحزب الشيوعي الصيني، اعتقد انه كانت مرحله يعني حكم ناجح، لانه يضع خطه ويلتزم بتنفيذ هذه الخطه وينفذها في وقتها، ولذلك كان هذا نتيجه لتطور الصين وفي في 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 البنيات الاساسيه، في العمران، في الاقتصاد، في معيشه المواطن، في تنميه الريف. اعتقد انه ما تم الان يعني فوق الخيال، يعني نحن الان نشاهد اشياء ما كنا نتخيل انه الصين ممكن أن تكون بهذا المستوى، خاصة الذين جاءوا في الزمان السابق ورأوا الآن بأعينهم، رأوا أن الصين تطورت بشكل سريع جدا، ولو لم يكن هنالك نظام سياسي مستقر ونظام سياسي متين وخطة محكمة وتنفيذ أيضا دقيق لكل ما يتم تخطيطه، لا يمكن أن نصل الناس إلى هذا المستوى من التطور. ولذلك أنا أعتقد أن هذه تجربة جديرة بأن تدرس وجديرة بأن يستفاد منها حتى العالم الآخر يستفيد من هذه التجربة.